مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد. فيديو اليوم راح احكي عن الايلاينرز ولا ذا بيست ايلاينرز اللي انا جربتهم. كل واحد فينا بيكون عنده متطلبات نوعا ما من البرودكت تبعه للميك اب، بما فيهم الكحل ولا موستلي الجل ولا الليكويد ايلاينر. فانا شخصيا يلي بحب sometimes waterproof لانه عيوني على العدسات، وعلى فكره العدسات اللي عم بلبسهم لانه جاني كثير اسئله هني طبيه من فريش لوك والدرجه جري ولا رمادي، ولانه طبيه sometimes انا هيدا رايي ما بعرف اذا صح ولا غلط، بيتغير شوي اللون تبعولهم، زائد فعلا بيتغير على انعكاس الضوء على اللون ولا الالوان تبعو الاي شادوز على الميك اب وحتى على اللبس. فايفري تايم بيبين انه انا لابسه عدسات غير ولا مختلفه، بس ان فاكت نفس العدسات صار لي عم بلبسهم ولا عم بستخدمهم فوق ال 20 سنه. ف ذوز ار ذا لينسز. مثل ما قلت لانه عيوني عم بلبس عدسات وعندي حساسيه وسام تايمز عيوني بيدمعوا، فبدي اشياء معينه من الاي لاينرز من بيناتهم. It doesn't smear, it doesn't feather, it doesn't bleed، يعني ما بيدمو، ما بيصير هيك مثل الريشه، ريشه يعني هيك خطوط كثير رفيعه، خصوصا انه الليد ولا الجفن تبعو اللي منه سمود ولا فلات، هيك في رينكلز من وقت ما كنت صغيره، يعني مش انه تقدم السن، هيك في شوي خطوط وتجاعيد على كله. فبدي انا شيء وين ما راح نزله راح يضل، ومن هون مثلا ما يدمي ولا ما يسيح ولا ما يتلخبط. كمان ريشي بتلعب دور كتير مهم، ولا الابليكيتر، فبدي شيء يعطيني بريسايز لاين ولا خط هيك ما فيه هضاب وجبال. خلونا نبلش باول ايلاينر. اول واحد من براند ما بعرف اذا حتى معروفه، بس انا كنت عم بشتريها من تقريب 17 18 سنة، كتير وقت طويل، وهي اسمها إليجنس. هيدا هو البوت تبعولها. هيدي البراند بتنباع بس بالفارماسيز هون بدبي ولا بالإمارات. It's very kind of cheap، تقريب 20 درهم، والبراش تبعولها مش براش وإنما هيك مثل سبونجا، بس شيب تبعولها قصير، مش هدول سبونجات الطوال، مش مثل الإيسنس ديب ايلاينر. السواد very intense، قاحل شوي شوي من هون لما عيون بتبلش تدمع، يعني بتخبص شوي هوني. sometimes بستخدمها لما بيكون هيك البرد ولا الجو شوي بارد، بعرف انه ما راح تسيح بس بتسيح شوي. اللي بيعجبني في هاي الابليكيشن تبعولها is very easy plus اللون. ثاني ايلاينر هو The Famous Essence Super Fine ايلاينر القلم، مش مثل هيدا اللي حكيت عنه قبل. هيدا هيك الابليكيتر تبعوله على فرشاي ولا سبونجا، مش فرشاي، شوي كبيرة. الاول واحد السبونجا اصغر ففي تحكم اكثر. هيدا كتير حلو، very affordable، تقريبا 10 دراهم ولا 12 درهم اماراتي. It's waterproof، بس مشكلة هيدا الفرشاي قد ما انه كتير عاقدة من تحت، بحس انه البرودكت ما بيوصل للتيب، ما بيوصل لهون، فبدي اضغط واضغط واضغط. احلى شيء فيه شغلتين، لانه رخيص بلس اتس ووتر بروف، يعني لما بنزله بيضله بمطرحه ما بيتحرك. ازيت واو، مش هالواو مثل ما انا بدي. السواد تبعوله مش فيري انتنس، بات ستيل بيضلوا البرودكت الاخرس ولا الديوب اذا صبيه ما عندها يعني بادجت ولا بدها شيء هيك سوسو ولا رخيص بالسعر. ف this one is really good. من السيفورا هيدا مش فرشاي ولا سائل، it's a pen. هيدا هو شكله بيكون من البراند تبعه للسيفورا. احلى شيء فيه انه هيدا قلم. في كتير اجان صبايا ما بتحب الليكويد فبتشتري قلم. في سماجين براش ولا سبونج، يعني اذا بدنا هيك نعمل سموكي افكت. ووتر بروف البراند سيفورا كبراند، انا من وجهه نظري نص الميك اب تبعولهم رائع جدا، خصوصا الالومي كتير حلوين، وهيدا اتس ون اوف ماي فيفورت، وبنزله بالووتر لاين. السواد تبعوله قاحل، it doesn't move، ف it's one of the best pens ولا black pencils يلي انا مجرباهم. The famous eyeliner من انجلوت، وهيدا هو رقمه 77، it's a gel eyeliner.
هيدا طبعا هو شكله. هيدا كتير انشهر، وانا جربته من تقريب يمكن 7 سنين 8 سنين. It's one of the best gel eyeliners لانه waterproof. بدنا نفرق في كذا product بكذا claim. Water resistant يعني مقاوم للماء، الwaterproof يعني مضاد للماء، زائد sweat proof يعني مضاد للعرق. تختلف من وحده الى الثاني، بس ووتر بروف معناته انه فينا نغطس وشنا في بانيو تبعه للماء وما راح يصير له شيء. This is it. ولكن هيدا عنده مشكله وكل الناس متفقه عليها، وانس وي بوت ات سواد وقاحل، يعني اتس ذا بلاكست بلاك، بس لما بدنا نشيله بدنا المطافي اللي يشيلوه معنا. انا مؤخرا ولا من كم شهر لما بلشت استخدم الكلينيك تيك ذا داي اوف بالم كتير هينت علي القصة، بس المشكلة إذا الشخص ولا البنت عم تستخدم حيالله waterproof makeup remover بدها تدعك وتدعك وتدعك، يعني العيون كتير بيتعبوا. بس mostly بيستخدم للمناسبات، إذا فرح ولا خطوبة ولا عزيمة ولا ولا، لأنه once بنزله ما في شيء أبدا بالكون بيشيله. زائد مثل ما قلت the black is very intense, is very rich, it doesn't bleed، ما بيدمي ما بيريش ما بيصير له شيء أبدا. it's one of my old favorites، بس مثل ما قلت the down part هو لما بدنا نشيله. نيجي لـ a very high end product اللي حكيت عنه بكذا فيديو، يلي هو التوم فورد. هيدا هو شكله، بيجي على قلمين هيك، هيدي الريشة من هون، ولا it's kind of a sponge. وكمان من تاني ميلي بتيجي ريشي تيني تيني بيتيكي زغطورة على الآخر. It's for more precise lines، ما بيدمي ما بيصير له شي، سواده كمان كتير قاحل، الميلي الغليدة فينا نرسم فيها الوينج من برا وكمان بظهر العين، والمطرح الكتير رفيع فينا for more precise very thin line، هيك بنوصل لمدمع العين. ما بينشف، صار لي كم شهر عم بستخدمه. It's magnificent. The only down هو السعر. فإذا الصبايا يعني للبنات يلي بيقدروا ولا they can afford it ولا they have a higher budget، بنصح فيه big time لأنه it's one of a kind. من يجي to my favorite number one، ضلني عم جرب وعم جرب وعم بحب eyeliners، بس دائما I'm very faithful للسيفورا. مثل ما قلت سيفورا عندهم products كتير حلوين، في يعني اساس they are the best of the best. وهو هيدا الايلاينر بيجي على شكلين، يا اما على فرشايه ولا سبونجا، هيدا هو شكلها. بس انا ما كتير بحبز هيدي الفرشايه. والتاني واحد يلي انا بعشقه هو هيدا، it's exactly the same container، بس الريشي بتيجي هيك على ريشي مش سبونجا، very thin مثل ما عم بتشوفوا، التيب تبعولها very narrowed. بالنسبة للون أسود من السواد، بالنسبة للمدة كمان بالطول مشكلته تينسي تينسي هيك زغطورة نقطع كتير صغيرة، sometimes لما عيني كتير بيدمعوا من هون بيصير شوي عم بيدمي لأنه منه waterproof. وهيدا يعني it's understood، بس دايما بحاول انه علي الخطمة أقربه كتير على مدمع العين. It's a long lasting، بيضلوا طول النهار مثل ما قلت، it doesn't feather, it doesn't bleed, it doesn't smash, it doesn't do anything weird. لما بنزل الخط بيضلوا بمطرحه، أحلى شي فيه لما بالليل بدي شيل الميك اب بينشال بكل سهولة، يعني بس one swipe بالميك اب ريموفر وبينشال. برأيي it's one of my favorite ولا one of the best eyeliners. السعر تبعوله تقريبا 70 ولا 80 درهم، فا it's not a drugstore, it's not high end، جاي هيك بين البنين بالوسط. كتير بنصح فيه، اللون تبعوله it's a very matte black intense color، هيك it's very flattering للعين، وانا I really لوفيت. وصار لي تقريبا 7 سنين ولا 8 سنين وانا بستخدمه. يا رب يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك واكتبوا لي تحت شو هو الفيفوريت ايلاينر تبعوا لكم وليش، لانه ما عم بقدر ارد على الكومنتس، بس بقراهم كلياتهم وبضغط لايك للصبية تعرف انه انا اجيت الكومنت تبعوا لها. Thank you so very much for watching، وما تنسوا تشتركوا بالقناة، وبشوفكم فيديو جديد. باي باي.